أجمل التحيات لكم مشاهدينا الأعزاء في عدد جديد من برنامج أكتواليا في أسبوع. يأتي هذا العدد بعد تطورات عديدة ومثيرة على المشهدين السياسي والاجتماعي. فبعد أن أهدى غانتس طوق النجاة لنتنياهو، تبدو إسرائيل أكثر قربا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولربما تتخلص من حالة الإرباك السياسي وتوظف الجهود أخيرا في مصلحة المواطنين، خاصة في هذه الفترة الحساسة بمواجهة أزمة الكورونا. ورغم ذلك ما زالت الآراء السياسية حول هذه الخطوة متباينة، فالبعض يقول أن غانتس أقدم على انتحار سياسي، وآخرون انتقدوه وقالوا أنه نقض وعوده لشركائه وأدى إلى انشقاق حزبه. وما بين التقلبات السياسية ووتيرة الأحداث المتسارعة، تأبى آفة العنف أن تهدأ وتستكين. فهل هذا يعود للتجاهل والتقصير المستمر من قبل السلطات الإسرائيلية لاحتياجات المواطنين العرب، أم للضغوطات النفسية والاحتياجات التي لا تجد لها عنوانا أو إجابات؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه مع ضيوفنا للوقوف على أهم التأثيرات والتوصيات التي نحتاجها. وفيما يلي أبرز العناوين: كورونا وسياسة، لجنة الكورونا البرلمانية للمجتمع العربي والوضع في الميدان، الكورونا في أمريكا من الاستهتار إلى أكبر انتشار للعدوى في العالم، مبادرة استشارة وإرشاد للمهنيين المستمرين في العمل في حالة الطوارئ. ونبدأ معكم محورنا الأول حول قرار الكنيست بتشكيل اللجان البرلمانية الخاصة، وبموجبه حصل ممثلو القائمة المشتركة على رئاسة وعضوية عدة لجان، منها رئاسة اللجنة الفرعية في لجنة الكورونا التي يترأسها الدكتور مطانس شحادي. ولأنها خطوة هامة في متابعة القضايا الصحية بظل ترقب تفشي الكورونا في المجتمع العربي بهذا الوقت بالتحديد، أعددنا تقريرا لنتعرف عليها وعلى مهامها، نشاهده سوية. أقرت اللجنة المنظمة في الكنيست 23 الأربعاء الماضي انتخاب رؤساء لأربع لجان برلمانية، بعد أن صدقت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل اللجنة المنظمة المسؤولة عنها، وتضم اللجان الأربعة 15 نائبا في كل منها، ومن ضمن هذه اللجان لجنة خاصة لمتابعة فيروس كورونا في البلاد، تضاف إلى لجنة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ولجنة خاصة للعمل والرفاه الاجتماعي تترأس كل منهما القائمة المشتركة، ولجنة خاصة لتحضير جهاز التربية والتعليم. ويترأس لجنة الكورونا عضو الكنيست عن حزب كحول لافان عوفر شيلح، وتشمل ممثلين عن كافة الأحزاب، وهم أربعة أعضاء عن حزب الليكود، ثلاثة من كحول لافان، وثلاثة أعضاء عن القائمة المشتركة، فيما تتمثل باقي الأحزاب بعضو واحد فقط. وتنبثق عنها لجنة فرعية تهتم في شؤون المجتمع العربي، يترأسها عضو الكنيست عن القائمة المشتركة الدكتور مطانس شحادي. ويبرز دور هذه اللجنة في متابعتها لآخر التطورات المتعلقة بفيروس الكورونا والمساهمة في الحد من انتشاره في البلاد عامة والمجتمع العربي خاصة، حيث تتضاعف التحديات في ظل التباطؤ الحاصل في عملية افتتاح مراكز للفحوصات للكشف عن الفيروس مقارنة بالمجمعات السكانية اليهودية، حيث تجرى آلاف الفحوصات يوميا، ناهيك عن الخدمات الطبية داخل المدن والبلدات العربية التي تعاني من شح بالميزانيات والموارد، مما يستوجب عملا حثيثا من أجل سد هذه الفجوات وضمان حصول المواطنين العرب على الرعاية الصحية بشكل متساو مع المواطنين اليهود في إسرائيل. استمرارا لهذا التقرير، وبما أن هذه المرحلة تتميز بالضبابية والترقب الشديد ونقص المعلومات والإحصائيات المحتلنة حول مدى انتشار الوباء وجهوزية المجتمع العربي لمكافحة الكورونا، ولأنه يهمنا استضاح الكثير وللإجابة على تساؤلاتنا، نرحب بضيفي عبر شبكة الإنترنت النائب دكتور مطانس شحادي، عضو الكنيست عن القائمة المشتركة ورئيس اللجنة الفرعية للكورونا. أهلا فيك دكتور مطانس. أهلا فيكم دكتور مطانس، أطلعنا لو سمحت على أبرز مهام اللجنة، ما هي صلاحياتها ومجالات عملها؟ يعني هو احنا اللجنة تابعة للجنة الكورونا في الكنيست، وهي لجنة جديدة أقيمت خصيصا قبل أسبوع أو 10 أيام لمتابعة كل موضوع، كل ما يتعلق بأزمة الكورونا. وأزمة الكورونا لها عدة أوجه، يعني هي أزمة صحية بالأساس أولا وقبل كل شيء، يعني هي تعيق الحياة اليومية وتفرض إقامة نسميها إقامة جبرية
صحيح. على قرابة غالبية السكان في المنازل، وتشل الحركة الاعتيادية التقليدية، الحركة الاقتصادية، الحركة الصناعية، السياحية، وحتى العلاقات الاجتماعية عمليا ألغتها في هذه الفترة. ولجنة الكورونا تتعامل مع كافة هذه الجوانب، يعني تتعامل مع احتياجات الناس والمجتمع، وخاصة على المجتمع العربي، تتعامل مع احتياجات وجهوزية السلطات المحلية والمستشفيات والجهاز الصحي في البلدات العربية اللي تقريبا غير قائم، يعني نحن نفتقر إلى الخدمات الصحية بشكل كبير، وتتابع تعامل الحكومة ومؤسسات الحكومة مع كل ما يتعلق مع أزمة الكورونا في الجانب الصحي، الاقتصادي، الصناعي، وطبعا معيشة الناس اليومية. وإحنا نتابع كل هاي العوامل. إحنا أيضا تابعنا إرجاع الطلاب العرب من خارج البلاد، وغدا سيكون عودة لطلابنا من عمان، وهي مهمة أيضا. قرابة 300 طالب سيعودون غدا من عمان بالتنسيق مع يعني الجهات الرسمية، ونتابع مع المستشفيات ومع السلطات المحلية ومع وزارة المالية. إذن كل ما يتعلق بالمعيشة المواطن الآن هي تحت ظل أو سقف أو أزمة الكورونا، ونحن نتابع كافة هذه المواضيع. دكتور متانس، لا شك أن يعني صلاحيات كبيرة وعديدة تقف أمامكم وتحديات كبيرة في هذه الفترة. كيف تقيم اللجنة الوضع في المجتمع العربي حتى الآن؟ هل لديكم معلومات إحصائية حول أعداد المصابين في المجتمع العربي؟ هو من ناحية صلاحيات ما في يعني صلاحيات فعلية تنفيذية للجنة، هي أكثر مراقبة كجزء من عمل البرلمان الكنيسة، وطبعا نتواصل مع كافة المؤسسات، هناك صلاحية سميها معنوية. احنا للأسف كان في نقص شديد في المعطيات والمعلومات في البلدات العربية، وكانت المعطيات او يعني عن الإصابات او اللي موجودين بالحجوزات البيتية قليلة جدا، فهذا أدخلنا في حالة من عدم الوضوح، انه هل فعلا المرض يعني لم يصل للبلدات العربية، ام المشكلة بسبب غياب الفحوصات الطبية وغياب المراكز الطبية وغياب النقاط الرسمية لفحوصات الكورونا. وفعلا تابعنا هذا الموضوع وتوصلنا إلى تفاهم مع نجمة داود الحمراء ووزارة الصحة بتفعيل سميها يعني نقاط فحوصات متنقلة بين أو مراكز فحوصات متنقلة بين البلدات العربية، بدأت قبل يومين في عرعر وادي المثلث، بالأمس كانت في طمرة، اليوم في النقب في رهط، وستزور غالبية أو قسم من المناطق كافة المناطق العربية حسب البلدات لغاية نهاية الأسبوع، وتستمر حسب الحاجة. لغاية الآن الأرقام قليلة جدا، يعني عدد الإصابات لا تتعدى 50 كانت قبل تفعيل المركز المترقب، واليوم ننتظر الحتلانات والمعطيات الجديدة لنفهم ما يدور في البلدات العربية. وقسم لا بأس به من المصابين هم من الطواقم الطبية اللي تعمل في المستشفيات وأصيبت هناك، يعني نأمل أن تكون المعطيات أو الوضع أن لا يكون هناك حالة من تفشي الوباء، لأنه معالجته جاءت متأخرة إذا كان في هيك حالة، ولا يوجد لدينا أدوات ومراكز صحية، وكم بالحرق أنه إحنا كمجتمع حالتنا الصحية أسوأ من حالة المجتمع الإسرائيلي. يعني إحنا نعاني من أمراض مزمنة بنسب أعلى، التدخين عندنا أعلى من المجتمع اليهودي، الأمراض الضغط الدم المرتفع، السكر وأمراض القلب والأمراض يعني تنتشر هاي بنسب أعلى في البلدات العربية. لذلك إذا دخل الوباء على البلدات العربية النتيجة ستكون أصعب بكثير من المجتمع الإسرائيلي. لذلك نحن مهتمين جدا، نتابع مع وزارة الصحة ونجمة داود الحمراء وصناديق المرضى اللي ستفتتح غدا فحص ثابتة في بعض البلدات العربية. طبعا دكتور متانس، يعني نحن نتمنى ونأمل أن تبقى الأرقام بهذا المستوى المنخفض، ولكن هل تعتقد أن نقطة فحص افحص وسافر يعني متنقلة واحدة تكفي لتغطية احتياجات المجتمع العربي؟ لماذا لا توجد نقاط فحص ثابتة؟ لماذا لم يتم تفعيل صناديق المرضى للقيام بالفحوصات في المجتمع العربي؟ ما الذي يمنع ذلك؟ لا طبعا، لا نقطة فحص متنقلة غير كافية بالمرة للبلدات العربية، ولكن احنا قمنا بنقطة الفحص، وفعلا صناديق المرضى يعني تجاوبت بالأمس وردت علينا بالإيجاب أنها ستفتتح من اليوم وغدا نقاط في بعض البلدات، في البلدات العربية، وستنشر القائمة اليوم إن شاء الله. هذا كله لا يكفي، غير كافي. احنا بدنا نقاط فحص ثابتة، بدنا صناديق المرضى تدخل إلى الصورة بشكل أقوى في البلدات العربية، بدنا مستشفيات الناصرة تكون بالصورة بشكل أقوى. طبعا في حالة من التمييز والإهمال كانت
في هذا الموضوع مثل كافة المواضيع اللي بنعاني منها في هاي البلاد. وفقط بعد المتابعة والتدخل والضغط على المؤسسات وزارة الصحة ونجم الدهود وصناديق المرضى كان في استجابة إلى مطالبنا بافتتاح هاي. فيش شيء بصير يعني تلقائيا هنا، بس كل شيء بده نضال، حتى نقطة فحص لمرض الكورونا اللي لا يفرق يعني بين البشر، لا ولا الديانة ولا الجنسية، يعني إذا انتشار الأوباء الوباء وباء في بلدات عربية طبعا يؤثر على اليهودية والعكس صحيح. صحيح هناك تداخل كبير بين المجتمعين ولا يمكن الفصل، ولكن كل شيء بده تدخل منا وده مراجع منا من لجنة المتابعة والسلطات المحلية. وفعلا أقمنا لجنة أو غرفة طوارئ تحت لجنة المتابعة تعمل تحت لجنة الصحة القطرية التابعة لجنة المتابعة تعمل من جمعية الجليل في شوعمر، وهنا المكان يعني لنشكر كافة القيمين والفاعلين، كل المجتمع، مؤسسات المجتمع العربي، تجندت اللي تشتغل بمجال الصحة والعمل الجماهيري والعمل الاقتصادي والاجتماعي، تجندت لإقامة هاي الغرفة، وبدأت بالأمس خط طوارئ 24 ساعة للاستجابة للتساؤلات أو الاستفسارات عند أبناء شعبنا ولإعطاء الخدمات الضرورية واللازمة لأي مواطن يحتاج أي شيء. وطبعا نعمل على قضية الميزانيات للسلطات المحلية والحالة الاقتصادية السيئة التي ستدخل بها بلداتنا العربية. طبعا دكتور متانس، يعني هذه الجهود هي جهود مباركة وكم نحن بحاجة لها في المجتمع العربي. لقد أشار النائب منصور عباس إلى أن منظومة العمل بهذه الطريقة، يعني نقطة فحص متنقلة، هي طريقة بدائية ويجب كسر احتكار نجمة داود الحمراء لفحوصات الكورونا. هل يمكننا القول أننا بصدد يعني كسر هذا الاحتكار والبدء بمنظومة عمل بوتيرة سريعة أكثر؟ لا، كسر الاحتكار انا ما يعني احنا هذا صحيح في احتكار، ولكن هذا بالاتفاق بين نجمة داود الحمراء ووزارة الصحة، ولكن بالإضافة صناديق المرضى تقوم بالفحوصات، وطلبنا ان تقوم بفتح مثل ما قلت ستفتتح نقاط بالبلدات العربية، ولكن في حديث انه اعطاء التقنيات او اعطاء الارشاد والادوات اللازمة لبعض المراكز الطبية الخاصة في البلدات العربية لعمليا زيادة أو المنالية الوصول لمراكز فحوصات في بالمراكز الطبية الخاصة وبعض مراكز الإسعاف الخاصة في البلدات العربية. هذا بعده لم يحدث لغاية الآن، ونحن نعمل على هذا الموضوع لتوسيع إمكانيات الفحوصات للبلدات العربية. هنا يعني أنه كمان مرة احنا نناشد ونطالب من كافة أبناء شعبنا في كافة البلدات العربية، أي شعور بلاش يكون في عنا لا كسل ولا إهمال ولا تراخي، ولا انه نضمن انه والله مش راح يصيبنا شيء. اي شعور بعوارض المرض، يعني درجه حراره مرتفعه، سعال وقحه حتى لو بسيط، يعني شعور بتعب وضيقه نفس حتى لو بسيطه، ويكفي ان تشعر بواحد من هذه العوارض توجه الى نقاط الفحص، وان نقوم بالفحص. هذا واجب تجاه انفسنا وتجاه مجتمعنا وناسنا وحبايبنا. طبعا مهم جدا دكتور متانس، بما أنه لا يمكن الفصل بين الصحة والسياسة، يعني دعنا نعود إلى المواضيع السياسية، وبودي يعني سؤالك، القائمة المشتركة وغانتس لقد كان هنالك بعض التفاهمات، ما مصير هذه التفاهمات الآن والاتفاقيات التي توصلتم إليها بما أنه قيل أن بعدها لا يزال ساري المفعول؟ هي صحيح تفاهمات كانت لا يعني التوقيت بالنسبه للتوصي، كان في تفاهمات مع كحول لافان وغانتس، ونحن نعرف انه كحول لافان تفكك الان صار حزبين. صحيح التفاهمات تتعلق بلجان الكنيست، ونفذ قسم منها لجنه العنف ولجنه الرفاه والعمل ولجنه الكورونا، وقسم منها يتعلق بموضوع الكيمينتس هدم البيوت الغاء قانون كيمينتس. فعلا قدمنا اقتراح القانون، وسيكون امتحانهم في الأسابيع القادمة عندما يطرح القانون على الهيئة العامة في الكنيست. أنا أعتقد أنهم ملتزمين لغاية الآن بالتصويت لصالح إلغاء قانون كيمينتس. وبالنسبة لخطة اقتصادية الشاملة للمجتمع للبلدات العربية على 7 سنوات أكبر من حيث المبلغ والمواضيع المتعلقة بها، أيضا هي بعد تشكيل الحكومة سنتابع الموضوع، وخطة لمكافحة العنف، وطبعا هاي ايضا بعد تشكيل الحكومه، والتعامل خطه شامله لقضيه البلدات العربيه الغير معترف فيها في النقب عند اخواننا العرب البدو النقب، ايضا بعد تشكيل الحكومه. انا امل انه الالتزامات يعني تستمر
وأن ما تبقى من كحول لافان يفي بوعده تجاه المجتمع العربي، مع أنه إحنا لن ندعم الحكومة ولن نكون جزء من الحكومة، ولكن هذه التفاهمات كانت للتوصية، وأنا سنستمر بالنضال والضغط والعمل من أجل تنفيذها، والضغط أيضا على ما تبقى من حزب كحول لافان للإفاء بالتزاماته. طبعا ونحن سنتابع. الدكتور مطانس شحادي، شكرا لك أن كنت معنا في هذه المداخلة. للمزيد من التفاصيل عن الحالة السياسية في إسرائيل في هذه الفترة المفصلية، أرحب بضيفي عبر شبكة الإنترنت الوزير السابق والخبير بالشؤون الإسرائيلية صالح طريف. أهلا بك سيد صالح. أهلين أختي من. سيد صالح، يعني بما أننا نناقش الحالة السياسية في هذه الفترة، هل يمكننا القول أن الساحر نتنياهو يعني فعلها هذه المرة، وهل هذه هي الضربة القاضية لما كان يعرف بمعسكر اليسار؟ لا، المرة أعتقد بأن الكورونا ساعدت نتنياهو أكثر، ما يعني هي جاءت من مكان ما وليس قضية حيلة سياسية، لأن الوضع الذي تفاقم بعد تفشي الكورونا في البلاد والأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع الصحية الصعبة أدت بتفكير آخر، والضغط الاجتماعي والشعبي الذي يعني جاء ليضغط على جانتس ومجموعته أدى بهم مع يعني قلة الخيارات. يعني إحنا دعنا نضع النقاط على الحروف، بعيدا عن رغبتنا السياسية، الحقيقة بأن جانتس وحتى عمير بيرتس لم تبقى لهم أي خيارات أخرى، لأن إمكانية إقامة حكومة بدون اليمين كانت غير ممكنة طبعا، بعدما أن عضوان من البرلمان من حزب جانتس من حزب بوغي يعلون خاصة لم يوافقوا على إقامة حكومة أقلية كما حصل. سيد صالح، يعني هل تعتقد أن ما فعله جانتس يعتبر خيانة لمعسكر اليسار وهدما لمشروعه الكبير من خلال ذهابه لحكومة نتنياهو؟ فإننا نرى أيضا أن هنالك قيادة يعني في حزب العمل تزحف إلى حكومة نتنياهو. لا، دعنا يعني أنا لست مفسرا لأوضاعهم، ولكن الظروف التي تواجد فيها جانتس لم تبقي له أي إمكانية أخرى. حسب رأيي هنالك ليس كل شيء حدث هو سيء، لأن عمليا دخول جانتس إلى حكومة تتناوب فيها رئاسة الحكومة مع نتنياهو وضع وقتا زمنيا لإنهاء حكم نتنياهو وبداية حكم جديد، وهذا ليس أمر سهل. يعني بعد سنة ونصف نتنياهو لن يبقى رئيس الحكومة، وكذلك الحكومة مناصفة مع أنه غاد في 58 مقعد، ومناصفة وقرارات مشتركة وإلى آخره. تغيير وزير العدل هو أمر يعني هو شأن مهم جدا، تغيير رئيس الكنيسة شأن مهم جدا، كل هذه الأمور قد تساعد حتى وسطنا. وأعتقد بأن في هذا الظرف كمان جانتس لن ينسى الدعم من النواب العرب، وسيقوم بعدة خطوات في هذا الشأن كي يبني مستقبله مع كل مع المواطن العربي بشكل عام. سيد صالح، يعني بنيامين نتنياهو الذي كان على شفا الانهيار كما نعلم جميعا حقق كل أهدافه، فكك معسكر اليسار وبقي رئيسا للحكومة، فهل تعتقد أنه قد ينجو أيضا من المحاكمة؟ بنيامين نتنياهو سيتوجه للمحاكمة مباشرة بعد انتهاء أزمة الكورونا، وحتى من خلالها بعدما أن تخف الأوضاع، هذا هو بدون شك. ودعينا نقول بأنه نتنياهو لو توجه إلى انتخابات رابعة بعد هذه المعركة بموضوع الكورونا وإلى آخره، لم يكن أحدا يضمن لليسار أي إمكانية لفوز مقاعد إضافية وإمكانية تشكيل حكومة. وعلى هذا الأساس يعني أقول بأن نتنياهو ربح ربما سنة ونصف إضافيتين، ولكنه في نهاية المطاف سيخسر الكثير، وربما ستنتهي فترة مدة حكومته التي طالت إلى أكثر من 14 سنة. سيد صالح، هل حقا حرص جانتس على الوحدة أم طمعه بالملفات الوزارية هو الذي قاده بنهاية المطاف إلى حضن نتنياهو؟ شوفي، قضية السياسة هي رغبة في الوصول إلى الحكومة لاتخاذ القرارات وتغيير النظم السياسية والقرارات السياسية،
وقضية الحقائب الوزيرية هي ليس قضية خجل أو عيب، أو هي هدف مهم جدا ووسيلة للوصول إلى المكان الأعلى لاتخاذ القرارات. كنت أتمنى أن يكون 4 أو 5 وزراء عرب داخل الحكومة كي يكون أقوى في الدولة ونكون أصحاب قرار. ولذلك في هذا الظرف يعني دخولهم إلى الحكومة هو أمر قد يساعدنا، لأنه مبادئهم السياسية واضحة من ناحية سياسية. حسب رأيي سيتحسن الوضع ليس فقط بالنسبة لنا، لأنه ستكون لنا عناوين، بل أكثر حتى لموضوع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. لن تكون هنالك قرارات بعد الآن من قبل اليمين المتطرف بإقامة مستوطنات، وربما بالتضييق على السياسة سياسيا وأمنيا على الفلسطينيين، بل ستكون هنالك يعني كتلة مهمة جدا ستعمل اتزان كبير في السياسة تجاه ليس فقط المواطن العربي، في قوانين مختلفة قد شرعت وكانت سيئة بالنسبة لنا كقانون كامينيتس وقانون القومية إلى آخره. وعلى هذا الأساس أنا أنظر إلى الجهة الإيجابية أو للناحية الإيجابية في حكومة قد تكون مناصفة مع جزء من المركز اليسار الإسرائيلي. ونحن بالانتظار. سيد صالح، ما رأيك بموقف القائمة المشتركة بعد التوصية على غانتس؟ وماذا سيكون مصير التفاهمات والاتفاقات التي توصلوا إليها معه؟ سمعنا أيضا أن يعني بعدها ما زال سائر المفعول. أولا أنا يعني أحيي نهج القائمة المشتركة، لأنه بدون شك قامت باتخاذ خطوات جريئة، أولا لإيقاف فترة حكم نتنياهو وإسقاطه، وثانيا لإعطاء الإمكانية لغانتس بإقامة حكومة من اليسار الإسرائيلي. إنه قرار شجاع ويجب أن نذكر ذلك بشكل واضح، هذه من جهة. ومن جهة ثانية بدون شك سيكون لهذا الموضوع مردود حتى بتواجد غانتس في حكومة مع نتنياهو أو في النصف الآخر من حكومة غانتس عندما سيترأس غانتس الحكومة حسب القانون الذي سيضعوه في البرلمان ويقروه لوجود الروتاتسيا، لوجود تغيير الحكم، لإثباته وتغيير الحكم. وعلى هذا الأساس أنا أرى بأن هنالك يعني لا زالت آمال بأن الوضع سيتحسن، وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي نعيشها. ودعينا لا ننسى بأن المواطن العربي الذي حاولوا يعني انتزاع شرعية نوابه في البرلمان، يعني هنالك قطاعات أكبر الآن في الشارع الإسرائيلي تقول بأن النواب العرب هم نواب ككل النواب، ولهم شرعية ولهم الحق في التصويت واتخاذ القرار. وعلى هذا الأساس في هذا الموضوع كذلك حظينا بمكانة ولم تكن في السابق، وهي جزء من الإنجازات حسب رأيي للقائمة المشتركة وللنواب العرب في البرلمان، وهي إنجازات مهمة جدا حاليا وتاريخيا. سيد صالح، هل تعتقد أن نتنياهو سيفي بوعوده لغانتس، أم سيكون مصير غانتس كمصير كل من شارك نتنياهو، باراك مثلا، ليبرمان، موفاز وكحلون؟ نتنياهو أولا في وضعه الحالي لن يستطيع، يعني وضعه القضائي ووضعه الاجتماعي لا يستطيع إلا أن يقوم بتنفيذ ما اتفق عليه، وخاصة بأن هذه الاتفاقيات ستكون ضمن قانون. لا أحد يعني في الآن يؤمن لنتنياهو، هذه هي مشكلته. ولهذا كل ما اتفق عليه سيكون ضمن قانون ستسنه الكنيست، وهذا القانون طبعا هو للتنفيذ. وعلى هذا الأساس يعني تقل إمكانيات اللعب السياسية التي كان يقوم بها نتنياهو للقضاء على كل منافسي السياسيين إن كان في اليسار أو حتى في اليمين الإسرائيلي نفسه. الوزير السابق صالح طريف، شكرا لك، كنت معنا في هذه المقابلة. إلى هنا كنا مع الملف السياسي، والآن ننتقل وإياكم لمتابعة حيثيات انتشار وباء الكورونا في الولايات المتحدة. نبقى مع هذا التقرير حول تسلسل الأحداث في أمريكا التي تعاملت في البداية مع فيروس الكورونا بتجاهل تام ولربما استخفاف، وهي اليوم تواجه سيناريوهات عديدة لتنبؤات تشير لاحتمال وفاة أكثر من 200,000 حالة بالوباء. نتابع سوية هذا التقرير.
يخضع 3 من كل 4 أمريكيين الآن أو على وشك أن يخضعوا لشكل من أشكال الإغلاق، مع تشديد المزيد من الولايات على إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وأصبحت ميريلاند، فيرجينيا، أريزونا وتينيسي أحدث الولايات التي تأمر المواطنين بالبقاء في منازلهم، ما يعني أن 32 ولاية من أصل 50 اتخذت مثل هذه الخطوات. في الوقت نفسه يثور خلاف بين حكام الولايات والرئيس دونالد ترامب حول مدى توفر أدوات اختبار الفيروس. وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 184,000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وقرابة 4,000 حالة وفاة. وتفوقت على إيطاليا الأسبوع الماضي كدولة بها أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون من مرض كوفيد-19، وهو المرض الذي يسببه الفيروس. وتعد مدينة نيويورك أكثر الأماكن تضرراً في أمريكا، حيث سجلت 914 حالة وفاة. وهنالك نحو 245 مليون شخص تلقوا بالفعل أوامر بالبقاء في منازلهم أو يواجهون مثل تلك الأوامر، والتي ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق. وأصدرت حوالي 1/3 الولايات توجيهات لمواطنيها بالبقاء في المنازل. وتبدو التداعيات الاقتصادية للوباء عميقة، حيث فقد ملايين الأشخاص وظائفهم. ووفقا لتقدير بنك الاحتياط الفيدرالي، قد يصبح 47 مليون شخص عاطلين عن العمل في الأشهر المقبلة، مع بقاء الولايات المتحدة على بعد أسابيع من ذروة الإصابات. وطلب ترامب من الأمريكيين من خلال مؤتمره الصحفي الأخير الاستعداد لأسبوعين عصيبين للغاية في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد. وتشير التوقعات إلى إمكانية وفاة ما بين 100 و200 ألف أمريكي خلال الأزمة. ومن بعد هذا التقرير المثير، هذا الأسبوع أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن نيته بإلغاء القيود التي فرضت على السكان والعودة إلى الروتين لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي قدر الإمكان، الأمر الذي يثير الجدل، حيث تتناقض أقواله تماما مع عدد المشخصين الآخذ بالازدياد، فحتى الآن تجاوز عدد المصابين قرابة 200 ألف. لنتعمق أكثر حول الأوضاع هناك، نرحب بضيفنا عبر شبكة الإنترنت خالد خليفي، وهو صحفي وخبير في الشؤون الأمريكية. أهلا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ خالد. هل أدى استهتار الرئيس ترامب إلى وقوع أمريكا بمأساة الكورونا التي انتشرت فيها بشكل كبير؟ بالفعل كما تفضلت إيمان، أن هناك كان استهتار كبير من قبل الرئيس الأمريكي. لقد بدأت الأزمة، أزمة الكورونا، في الولايات المتحدة في مطلع فبراير، مطلع شباط الماضي، عندما بدأت الاتهامات متبادلة مع الصين، حيث اتهم الصين بأن الصين هي التي تصدر هذا الفيروس. وكان يعني الصحافة الأمريكية لم تركز على ما يمكن أن يؤدي هذا الفيروس أن يصل إلى الولايات المتحدة، حتى أن الصحافة الأمريكية وقعت في هذه المصيدة وبدأت تتهم أيضا الصين في تلك الفترة. بعد تلك الفترة جاء 3 أمور مهمة وأدت إلى استفحال المشكلة في الصين، في الولايات المتحدة. المسألة الأولى كانت البراد، المهرجان الصيني الكبير الذي كان في الولايات المتحدة في مدينة نيويورك في تشاينا تاون، بعدها كان مهرجان سان باتريكس الإيرلندي، وهو مهرجان كبير وضخم، كان يعني حوالي 500,000 أمريكي في مطلع فبراير أيضا في الولايات المتحدة، وأيضا مهرجانات البوريم لليهود الأمريكيين في مدينة نيويورك. كل هذه المهرجانات أدت إلى استفحال هذه المسألة وإلى ازدياد الأرقام التي تفضلت وتحدثت عنها بالنسبة للولايات المتحدة. فبدلا أن يضع استراتيجية وخطة معينة لمكافحة هذا الفيروس في الولايات المتحدة، وأن يكون البرنامج والاستراتيجية أن تكون حتى من أواخر ديسمبر، بدأ الأمريكيين يفكرون في مكافحة هذا الفيروس في أواخر فبراير، بعد أن ازدادت الأرقام وكانت الأرقام رهيبة في الولايات المتحدة. الآن يتحدثون عن، تفضلت وتحدثت عن 200,000 رقم، يمكن أن يصل بعد أسبوعين إلى حوالي 800,000 رقم، وهذه يعني ناس مصابين، وإذا كان هؤلاء المصابين فيمكن أن تصل الأرقام إلى أرقام خيالية، يمكن أن تصل إلى 100,000 ضحية أو 150,000 ضحية هناك في الولايات المتحدة.
وهذا من المحزن جدا. سيد خالد، يعني كان ترامب يتناول الموضوع باستخفاف ويقول أن الكورونا مثلها مثل الإنفلونزا العادية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار قدرة العدوى والانتقال الكبير للكورونا وعدم وجود تطعيم له. هل تعتقد أن إدارة ترامب تتعامل بعدم شفافية بموضوع الكورونا؟ هل تكشف للمواطنين كل المعلومات؟ نعم، لا تكشف للمواطن كل المعلومات. لقد بدأ يتضح جليا للأمريكيين أن الولايات المتحدة بقوتها وعظمتها لا تملك الأدوية، لا تملك الأسرة، لا تملك ماكينات التشخيص والتنفس، وهي الولايات المتحدة بحاجة إلى 100,000 ماكينة تشخيص، إلى 100,000 ماكينة للتنفس، وهذا غير موجود في الأمريك في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، هو يقول يحاول أن يظهر أنه يسيطر على الوضع، ويقول بأنني طلبت بديفنس برودكت أكت، أنه يحكم على يعني يأمر الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، رولز رويس وفورد وشركة جنرال موتورز، بأن تصنع هذه الآليات، آليات التنفس بسرعة فائقة، وهي عليها أن تصنع وتحضر لهذه الولايات المتحدة. ولكن المشكلة ليست فقط آليات التنفس هذه، هنالك مشاكل أخرى في الولايات المتحدة. أنت تفضلت وذكرت قضية التأمين الصحي في الولايات المتحدة، وفي هذا الأمر ويحاول أن يعني يستحضر الأموال من البنك الفيدرالي في الولايات المتحدة، ويحاول أن يصلح ما بعض الشيء في قضية التأمين الصحي في الولايات المتحدة الذي لا يملكه حوالي 70% من سكان الولايات المتحدة. وحتى الآن يقول إذا أردتم الذهاب إلى، إذا أراد أي أمريكي الذهاب إلى الطبيب مثلا، الذهاب إلى الطبيب وأن يريد أن شخص يساوي تشخيص للكورونا، عليه أن يدفع $1,500 فقط تشخيص. وتخيلي هذه مبالغ كبيرة جدا. صحيح. سيد خالد، يعني هل تعتقد أن الإدارة الأمريكية قد غرقت وعلى رأسها ترامب، يعني في حالة من الإرباك، وأدخلت البلاد يعني في حالة من الهلع؟ نعم، الآن الأرقام ضخمة، الآن الصين من وراءها، الولايات المتحدة العدد الأكبر من المصابين، وكل يوم يصعد الرئيس الأمريكي إلى التلفزيون، إلى وسائل الإعلام، ويحاول أن يعطي الانطباع بأنه يسيطر على الوضع، ولكن من الواضح أن حالة الإرباك، حتى أن فريقه أنتوني باوتش، وهو أيضا في نفس الفريق أمام الصحفيين، الذي يظهر أمام الصحفيين يعارض ما يقوله ترامب، حتى أن الحاكم، حاكم ولاية نيويورك، حاكم أنتوني كومو، يقول هذا ليس ما يجب أن تفعله، يجب أن تفعل شيئا للأمريكيين، يجب أن تحضر المعدات، يجب أن تعمل شيئا للأمريكيين لمقاومة هذا الفيروس، ولكنه يظهر وبأوامر من مستشاريه يقولون له أن الانتخابات قادمة في شهر نوفمبر، عليك أن تظهر يوميا في وكالات الأنباء وأمام الصحف، ولتعطي الانطباع بأنك تسيطر على الأوضاع وأنك تسيطر على زمام الأمور، وأن فقط الخلاص يأتي منك، ولكن لا يأتي منه أي شيء. يوميا فقط يتكلم بالصحافة ولا نرى أي قرارات. حتى ما هي القرارات التي يقترفها؟ فقط تفريق الولايات، مثلا بالنسبة لمدينة نيويورك أو ولاية نيويورك، يريد أن يفصل الحركة والمواصلات بين نيويورك وبين رود آيلاند وبين كونتيكا، ويريد الفصل عاصمة واشنطن، ويريد الفصل كاليفورنيا، ويريد فصل ديترويت عن الولايات الأخرى. هذا ما يقترحه، أما وهو ينتظر الماكينات من الشركات الكبرى. صحيح. وما فعله الآن هو إحضار يعني تفريغ البنك المركزي، البنك الفيدرالي الأمريكي، من الأموال، وقال أنني أحضرت حوالي 2.3 تريليون دولار وكي يوزعها على الأمريكيين. 2.3 تريليون دولار هي التي يعد الأمريكيين بأنه سيوزع هذه الأموال على الأمريكيين، $1,200 لكل أمريكي و $500 لكل طفل أمريكي. هذا ما يعده، يعني شيء مشابه لما يحدث عندنا هنا في إسرائيل، من حيث يعني قرارات
قرارات نتنياهو بتوزيع الأموال. هذا فقط ما يستطيع أن يفعله، ولكن لا يوجد أي حلول جذرية، ولا يوجد أي حلول جذرية لحل مشكلة الفيروس في الولايات المتحدة. المشكلة تستعصي، المصابين يتكاثرون والأموات تتكاثر أيضا، وهذه مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة، يمكن تؤدي إلى يعني تؤدي كثيرا وتغير النظام الدولي بعد يعني تدهور وضع الولايات المتحدة، بعد انهيار المكانة العالمية للولايات المتحدة، ليس بعد مدة طويلة، بعد مدة أقل ما يمكن أن تكون في نهاية الصيف. هي توقعات سيد خالد، يعني هل تعتقد أن الرئيس ترامب في هذا السياق الذي ذكرته بكل ما يعني يخص الوعود، وعود الدعم الاقتصادي، هل تعتقد أنه يفضل الاقتصاد على حياة البشر في بلاده؟ سؤال جدا جميل. هو ليس فقط يفضل البشر على الأموال، ولكن في الولايات المتحدة في يعني النظرية السياسية to maintain his security regime، أي يجب ويريد الحفاظ على نظام حكمه، الحفاظ على نظام حكمه، أي يريد أن ينتخب مرة ثانية، وحتى يفرغ أموال البنك المركزي ويكذب ويعمل كل شيء من أجل بقائه في الحكم. الانتخابات كما تفضلت سؤالك يوجه على الانتخابات، يمكن أن يوجه الانتخابات، يمكن أن ستكون في شهر نوفمبر القادم، ويريد أن لا يريد أن يرى الأمريكيين في هذه الحالة المفزعة ويذهب إلى الانتخابات في شهر نوفمبر القادم ويكون الأمريكيين في وضع سيء جدا ولا ينتخبوه، ويريد أن يعمل كل شيء من أجل إعادة انتخابه. تذكري الإعلامية إيمان ماذا حدث بعد 11 سبتمبر 2001 عندما أصيبت الولايات المتحدة بضربة 11 سبتمبر. بعدها كان عند جورج بوش كان ذلك في 11 سبتمبر 2001 أخذ معه سنتين، وبعدها حاول أن يتهم العراق واتهم أفغانستان وهاجم العراق وأفغانستان، وقال الأمريكيين أن السبب العراق وأفغانستان، وكلفه مئات المليارات من الدولارات، واحتل العراق واحتل أفغانستان لكي ينتقم من 11 سبتمبر. سيد خالد يعني بهذا السياق فكر يعني يعني الفكرة وصلت، ولكن يعني بكل ما يتعلق في ترامب، هل تعتقد أن سياسته الحالية ستؤثر على فرص إعادة انتخابه للمرة الثانية؟ نعم، هذا ما أقوله. مقارنة بذلك الوضع لا يوجد له وقت لكي يرد على هذا الفيروس، لكي يحل مشكلة الفيروس، ولكي يعطي حلولا للشعب الأمريكي، ولكي يعطي الانطباع بأن هذا الفيروس مسيطر عليه. هذا الوضع يختلف عن 11 سبتمبر، هنا لا يوجد من يتهم، هنا فقط عليه أن يصرف الأموال، وإذا صرف الأموال فإن البنك المركزي، انظري ما يجري على السوق العالمية الآن إذا أرادت الدول الأخرى استعمال الدولار، يقول الدولار غير موجود لأنه سيصرف الدولار في الولايات المتحدة. هذه مشكلة كبيرة للسعودية، ومشكلة كبيرة لأبو ظبي، ومشكلة حتى للصين التي تودع أموالها في بنوك الولايات المتحدة. الصين يوجد 400 مليار دولار في البنوك المركزية الأمريكية، دبي وأبو ظبي تملك 800 مليار دولار في البنوك الأمريكية، والسعودية بشكل مشابه 900 مليار دولار. هو سحب الأموال من البنك المركزي ويقول أنه يريد حل مشكلة الفيروس. الأموال موجودة، ستكون موجودة في الولايات المتحدة، والآن مقطوعة في السوق الأمريكية. من الصعب عليه أن يساعد الدول، من الصعب على الدول أن تسحب أموالها. هذه المصيدة التي أوقع فيها النظام العالمي الآن، وهو من الصعب عليه أن يخرج من هذه المشكلة، ولربما أوقع نفسه. الصحفي والمحلل السياسي خالد خليفي، شكرا لك على هذه المقابلة. شكرا، أوقع نفسه. حلو، تلخيص جميل جدا إعلامي إيمان. شكرا. من أجل الاطلاع أكثر على كيفية تعامل الأمريكيين مع أزمة الكورونا وتداعياتها، نرحب بضيفتنا عبر شبكة الإنترنت الطالبة الجامعية لينا غانم، وهي طالبة ماجستير في جامعة برانديس في الولايات المتحدة، والتي عادت قبل أيام إلى البلاد على خلفية انتشار الكورونا في الولايات المتحدة ودخلت مباشرة الحجر الصحي الطوعي. أهلا بك لينا. أهلا فيك إيمان، شكرا لك. الحمد لله على السلامة. عليكم
لينا، يعني خبرينا عن مشاهداتك في الولايات المتحدة، يعني شو اللي شفتيه هناك؟ هل كان في هناك خوف؟ هل الأمريكيين يعني واعين لخطورة الكورونا؟ شوفي، هو طبعا بيأثر من المناطق اللي انت فيها بأمريكا. أمريكا كتير كبيرة وكل ولاية فيها تنقول مستوى وعي مختلف. هلا أنا طالبة جامعة بأمريكا، أول ما بدأت الأزمة يعني قبل أسبوعين تنقول ما كان في وعي كفاية، يعني كل الناس كانت مخذة الأمور في إنه بس هاي نصائح إنه خليكم بالبيت بس مش إجباري، يعني مش هلقد مخذينه بشكل جدي. يعني قبل أسبوعين اللي هو أنا بتذكر كان وقتها يوم عيدي اللي هو 10/3، هداك اليوم كل إشي انقلب. جامعات وقتها هارفارد، MIT، جامعات كبيرة بأمريكا أعلنت إنه بدها توقف التعليم. فمن هداك اليوم صاروا الناس ياخذوا الإشي بشكل جدي أكثر. شوفي، يعني بنفس اليوم انقلبت العالم، كل السوبر ماركتس فضيت، كل الناس طلعت تشتري كل الأغراض بالسوبر ماركتس عشان تضل قاعدة بالبيت. الجامعات كلها سكرت، صارت كل جامعة وجامعتي بعد بشوي سكرت، يعني قالت لنا خلص روحوا على البيت اتعلموا. كل الكورسات انتقلت على أونلاين، كل الناس قعدت بالبيت. طبعا في ناس اللي هي مش مخدي بعد هالامور بشكل جدي، حتى يعني الناس الكبيره والمسؤوله مش هالقد كانت مخدته بشكل جدي. لسه في ناس عم تمشي بالشارع، ناس عم تلتقي مع اصحابها، بس يعني كل يوم الوضع عم يتغير وما حدا لسه فاهم بالضبط ايش لازم يعمل او خطورته وكبر الموضوع. يعني لينا، قصدك انه يعني الناس بما انها ما وصلتها تعليمات جديه بانها تلتزم في بيوتها، يعني فضلت انها تستمر في الحريه الشخصيه، وكانه هذا الإشي اكثر بمسؤوليتها هي انها تحمي نفسها وتقعد في البيت وما في علاقه للتوصيات اللي اخذوها من الدوله. بالضبط، الدوله يعني هي لسه عم تنصح الناس اقعدوا بالبيت بس ما في تشديد. يعني عم صح امريكا هم كثير بيحترموا الحريه وبيهتموا بهذا الموضوع، بس عم بيحكوا يعني بشكل انه احنا بننصحكم تقعدوا بالبيت ما تشوفوا حدا، بس ما في عن جد ناس، يعني ما في بوليس اللي يتاكد او ما في حدا اللي يجبر الناس عن جد تقعد بالبيت. يعني كل إشي بس كنصيحه. البزنس يعني حتى ممكن الاشخاص تروح تشتغل عادي، بس ما في حدا يجبرها يعني هذا الموضوع. عشان هيك لسه بتشوفي بأمريكا كل يوم عم بتابع الأخبار بتشوفي قديش عم يكتر عدد الناس اللي عم بصيبوا بالكورونا في أمريكا والولايات، قديش الأعداد عم تكتر بيوم وليلة. يعني بنيويورك هلأ أكتر منطقة في العالم يمكن هلأ فيها كيسز. يعني صحيح، يعني طبعا احنا عم نتابع المعطيات من هناك والمعطيات مقلقة جدا. لينا، يعني اخترتي ترجعي على البلاد، خبرينا كيف كان يعني هذا القرار وليش قررتي انك انت ترجعي وكيف كانت طريق العودة الى البلاد، يعني اذا واجهتي صعوبات في السفر. مظبوط. هلا انا من لما سكرت الجامعة قالت لنا الكورسز اونلاين كنت لسه بدي اضل، فكرت انه ممكن اعمل الكورسز من بيتي هناك في الجامعة. سمحوا لي انا طبعا اضل بجامعة لاني من برا الدولة، فالجامعة شوي هونت على الطلاب اللي هي من برا امريكا انه مش مجبورين ترجعوا على البيت دغري، ممكن تضلوا في الجامعة. خلتنا في البيت، يعني مرق وقت، قلت مرق أسبوعين وأنا قاعدة في البيت هناك، وفكرت إنه ممكن أضل. كل يوم بس صرت أسمع أخبار أكثر على إنه ممكن يسكروا البوردرز، ممكن يبطل في زي طيارات إنه حتى تطلعوا، ممنوع تطلعوا حتى من البيت برا، يعني صرت أخاف شوي. فقررت إنه وقتها إنه خلص أنا لازم أرجع على البيت، لأنه صار خطر أصلاً أطلع من بيتي هناك حتى لو احتجت إشي أو مرضت لا سمح الله، يعني فيش حدا أشوفه، فيش حدا يهتم بالموضوع. في كتير أغلب الطلاب روحت، حتى طلاب من برا أمريكا، في كتير عندي أصحاب من الصين أو من الهند رجعوا على بيتهم وفضيت الجامعة. فأنا قررت إنه أروح. وقتها بدأت يعني أضوب، بس يعني لسه ما شريت التيكت، لسه كنت يعني هل أضل وأهتم أركز أكثر هناك في الدراسة ولا إنه لازم أروح والإشي رح يصير أخطر. ما كنت لسه يعني ولا حدا عارف، أسأل ناس ما حدا عارف إيش ممكن يصير بكرة، فالإشي كان غير مستقر. صحيح. يعني أنا التيكت الطيارة شريته بنفس اليوم اللي قررت فيه إنه أرجع، يعني شريت التيكت ورجعت تاني يوم. قرار يعني سريع جداً.
لينا، يعني هل أنت مستمرة بالتواصل مع زملائك بالتعليم هناك مثل ما ذكرتي في أمريكا وطلاب صينيين؟ طبعا لسه الانترنت يعني كل شيء عن طريقه ممكن انه احنا نتواصل، بس مش نفس الشيء. يعني هناك اكثر في مساعدات، او مثلا بنحل وظائف مع بعض، بنشوف بعض اكثر، بس ما في يعني كثير تواصل قد اذا انت كنت معهم. هلا ممكن نطمن على بعض عن طريق الانترنت وهيك، بس يعني حياه الجامعه راحت. يعني انا كمان رابع سنه، كان من المفروض يكون عندنا هلا احتفالات اخر تخرج، كل شيء التغى. يعني هلا احنا عاملين بالبيت وبنعمل كورسز على الانترنت وبنحل وظايف، بس ما في الجامعه نفسه، يعني راح هذا الجو. طبعا شعور مش كتير سهل. شكرا لك لينا على المساهمه وتواجدك معنا في هاي المقابله. كما نعلم، العمل بمهنة علاجية هو عمل يحتاج إلى مواصفات خاصة، وقد يكون مليئاً بالصعوبات والتحديات، وكم بالحري بفترة الأزمات. وبما أن الأوضاع الحياتية بهذه الأيام العصيبة تميل إلى سيرورة غير طبيعية وغير متوقعة، وتأثيراتها تطغى على الجميع، فلا بد من السؤال: من يعالج المعالج؟ ومن يسانده في أوقات الضغط؟ من هنا بالتحديد تأتي حملة أطلقتها جمعية آذار لمساندة المجتمع العربي في أزمة الكورونا، وهي تهدف إلى تقديم الدعم والاستشارة للمهنيين المستمرين في العمل وشرائح عديدة في المجتمع. نرحب بضيفتنا عبر الإنترنت دكتورة منال شلبي، مؤسسة ومديرة جمعية آذار، المنتدى المهني لمحاربة جرائم قتل النساء. أهلا فيك دكتورة منال. أهلا إيمان، لك ولجميع المشاهدات والمشاهدين. دكتورة منال، طبعا جمعية آذار قامت بإطلاق حملة لتقديم الدعم والاستشارة للمهنيين المستمرين في العمل بحالة الطوارئ. حدثينا عن أهمية الحملة والحاجة إليها، ومن هم جمهور الهدف؟ نعم إيمان، إحنا المضبوط أطلقنا في جمعية آذار المنتدى المهني لمحاربة جرائم قتل النساء حملة قبل أسبوع وأكثر لمجتمعنا، لمساندة مجتمعنا في ظل أزمة فيروس الكورونا. الحملة عبارة عن فيديوهات صورناها نحن بتقنيات متواضعة، أعضاء وعضوات جمعية آذار، نحن مهنيات ومهنيين وعمال اجتماعيين وأخصائيين نفسيين، عاملات اجتماعيات وأخصائيات نفسيات، الذين يملكون التجربة الكبيرة في العلاج وفي المجالات العلاجية. الحملة عبارة عن يعني كما تسمى تماما عن دعم ومساندة ومرافقة مجتمعنا في ظل هذه الأزمة غير المتوقعة عمليا وغير الطبيعية في حياتنا. الحملة موجهة لجمهورين هدف، الجمهور الأول هو المهنيين ذاتهم، يعني العاملات الاجتماعيات والعمال الاجتماعيين، وأيضا للأهالي والعائلات التي تعمل التي موجودة عدد يعني في البيت في عزل وحجر صحي، مرغمة طبعا بشكل قسري وبغير اختيار، فنحن نحاول أن نساندهم، أن نكون معهم، نقدم لهم بعض الإرشادات، بعض النصائح، وأن نبث روح إيجابية وروح دعم ومساندة التي تساعد وتحاول أن تعطي يعني بعض الأدوات وبعض الآليات يعني مواجهة هذه التحديات. نحن نعلم أنه هذه يعني الفترة هي صدمة للجميع، هي بمثابة يعني شيء مفاجئ جدا لم نكن نتوقع اطلاقا، ولذلك هناك ردود فعل متعدده لدى الجميع، يعني لدى الاهالي والعائلات، وايضا لدى المهنيين والمهنيات الذين يعني استثنوا من قبل الحكومه، ويعني واعتبروا كمهنه حيويه التي يجب ان تعمل وتستمر في العمل فيها. دكتوره منال، كيف ستتم عمليه تقديم الاستشاره والارشاد للمهنيين؟ في الحقيقة احنا يعني اولا بعد اطلاق الفيديوهات يعني وصلتنا الكثير من التوجهات للمساعدة والدعم، بالذات انه نحن نعلم انه المهنيين والمهنيات بانفسهم يعني موجودين في تقديم العلاج للمحتاجين والعائلات المحتاجة، وفي ذات الوقت هم اهالي وهم جزء من عائلات، لذلك هم يقعون بين يعني ضغط العائلة وطلب العائلة للمساعدة وبين طلب العائلات المحتاجة لهم في هذه الفترة للمساعدة. نحن أطلقنا الفيديوهات، بعدها توجهت العديد من يعني جزء من العمال والعاملات الاجتماعية بطلب مرافقة وإرشاد، ولذلك أعلننا قبل يعني بضعة أيام عن تقديم خدمة مجانية للمهنيات والمهنيين في هذه الفترة، خدمة إرشادية مجانية من خلال الهاتف، يعني حاليا من خلال الهاتف
وسنرى يعني تجاوب المهنيات والمهنيين، وإذا كان في حاجة كبيرة جدا سنقوم بفعل ذلك بطريقة مختلفة وأكثر بطريقة مختلفة. الواضح جدا ويجب اللفت النظر إليه أن هناك نقص صارخ جدا في المرافقة والإرشاد المهني المتوفر من قبل وزارة الرفاه الاجتماعي بالذات في هذه الفترة، وهذا ما يتحدث عنه الكثير من المهنيات والمهنيين. يعني بالذات في هذه الفترة في فترة الطوارئ يجب أن تكثف الحكومة خدمات المرافقة والإرشاد للمهنيين، ولكن نحن نرى أن الحكومة لا يعني توفر هذه الخدمة، وبالتالي تقوم جمعيات المجتمع المدني بهذا العمل. دكتورة منال، يعني سؤال لابد منه، لماذا لا توفر الوزارات المخولة لذلك هذه الخدمات؟ وأنتم كجمعيات نسوية قدمتم مستند وطالبتم من خلاله بأبرز المطالب لعدة شرائح اجتماعية، أطلعين على هذا المستند وما هي أبرز المطالبات؟ يعني طبعا واضح الحكومة سلم أولويات الحكومة ليس فقط في فترة الطوارئ بشكل عام، فكان بالحري عندما نتحدث عن فترة الطوارئ سلم الأولويات هو ليس في القضايا الاجتماعية ولا في القضايا الصحية، ونحن نرى ذلك خلال سنوات عملنا وطيلة السنوات السابقة، رأينا أن الحكومة يعني لا تلتفت كثيرا ولا تخصص الميزانية. نحن نتحدث عن فترة التي يعني بها الكثير من المشاكل، والعائلات التي تعاني من ضائقة ومشاكل تزيد بها المشاكل، يزيد بها التوتر. نحن في صدمة، نحن في فترة غير متوقعة إطلاقا، فعمليا العائلات في يعني بحاجة أكثر إلى مساندة، وبالتالي بحاجة أكثر إلى عناوين مهنية وهن العمال الاجتماعيين. للأسف الشديد الحكومة لا تتجاوب مع ظروف الساعة ولا تخصص الميزانيات، فلذلك نحن قمنا مجموعة كبيرة جدا من جمعيات المجتمع المدني، من عاملات اجتماعيات، ناشطات جماهيريات واجتماعيات ونسويات، بالأساس جمعيات نسوية، بتقديم مستند بناء على يعني هذا المستند مبني وتأسس على أساس الحاجيات الصارخة الموجودة الآن في الميدان، وهي يعني المستند توجه لخمس أشخاص، ثلاث وزراء، وزير الرفاه الاجتماعي، وزير الاقتصاد، وزير البناء والإسكان، السيدة عايدة توما سليمان اللي هي عمليا رئيسة لجنة الرفاه والعمل، وعضو الكنيسة عوفر شيلح اللي هو رئيس لجنة الطوارئ لمحاربة أو معالجة فيروس الكورونا. المطالب هي أساسية لمساعدة ومساندة الطبقات المستضعفة في المجتمع. لا يعقل أن في حال الطوارئ أن الحكومة لا تلتفت لهذه الطبقات، ويعني بشكل عام كمان أيضا الطبقة الوسطى التي تعاني أيضا من نقص بالكثير من الخدمات، لا يعقل أن الحكومة لا توفر الحماية ويعني خلينا نقول الأرضية يعني الحد الأدنى من الأرضية لمساعدة الناس وتوفير لهم الحياة في أمان وكرامة في هذه الفترة. ولذلك نحن يعني وجهنا هذا المطلب المكتوب، هو عبارة مستند عن مطالب لهذه الأشخاص اللي ذكرتها، والمكتوب شامل يشمل العديد من القضايا الاجتماعية بما فيها مخصصات التأمين الوطني ومخصصات البطالة، وبضمنها بشكل بارز جدا توفير حماية للنساء المعنفات التي يتعرضن الآن لعنف شديد في خلال هذه الفترة، أو العائلات التي تعاني من عنف العائلة. دكتورة منال، بهذا السياق طبعا يعني كل ما يتعلق بقضية العنف، يعني نحن نشهد أن الاستطلاعات الأخيرة تشير لارتفاع حاد في العنف تجاه النساء وأيضا الأولاد والفتيان بنسبة 760%، لماذا تتعرض النساء للعنف أكثر في فترة الأزمات؟ للأسف الشديد صحيح، طالعتنا صحيفة هآرتس الأسبوع الماضي بتقرير يتحدث عن ارتفاع حاد بنسبة التوجهات والشكاوي من نساء وفتيات التي تعرضن لعنف وحياتهن مهددة بالخطر، وتوجهوا للخطوط المساعدة وللجمعيات المساعدة وأيضا لمكاتب الخدمات الاجتماعية. كما ذكرت نحن في صدمة، نحن في حالة صدمة، وضع يعني فيه تحديات جديدة، فيه أمور وظروف جدا جديدة على كل المجتمع، ليس فقط على العائلات التي تعاني من ضائقة، إنما على كل المجتمع. ولذلك عندما يعني يكون في حالة صدمة، في حالة اضطراب، في حالة قلق، في حالة توتر،
التوتر يزيد يعني يعني ديناميكية المشاكل في داخل العائلة. عندما نتحدث عن عائلات التي أصلا فيها عنف من قبل هذه الأزمة، هناك زيادة في التوتر، هناك حدة في الـ في الـ في الـ في الـ يعني العائلة موجودة في البيت لا تخرج من البيت، وبالتالي من كان عنيف قبل هذه الأزمة سيزداد عنفه، لأنه أصلا خارج السيطرة، هو يشعر بالعجز، هو يشعر بأنه عاجز عن الخروج من البيت، لا يعمل، كل الظروف الاقتصادية الآن التي يعني يوجد بها عدم يقين، في هناك ضبابية كبيرة في كل الدولة من ناحية الأوضاع الاقتصادية، فهذا يزيد التوتر في البيت، وبالتالي يزيد الاحتكاك في داخل البيت، ويزيد الغضب، يزيد مشاعر الـ يعني شعور الـ يعني السيطرة وشعور، وبالتالي أيضا ممارسات عنيفة. العديد من النساء تتوجه الآن في هذه الفترة لخطوط المساعدة من أجل طلب المساعدة والحماية، وللأسف الشديد أن الملاجئ مليئة، يعني في تقريرها آرتس تحدثوا عن 90%، يعني الملاجئ مليئة بنسبة 90%، وهناك يتحدثوا أيضا عن 95% بعض الجهات. فعمليا العنف في ازدياد، الضائقة في ازدياد، لا توجد هناك حلول، لا توجد هناك أطر علاجية كبيرة، وبالتالي هذا أيضا يزيد الضغط على العائلات، ويزيد الضغط أيضا أكثر وأكثر على العمال الاجتماعيين والمعالجين. فتخيلي هناك دائرة من التوتر والعنف. صحيح. صحيح دكتورة منال، الوقت يداهمنا، يعني شكرا لك على هذه الخطوة الهادفة، ولأنك أتحت لنا الإطلالة على عالم الشرائح المستضعفة في هذه الفترة الحرجة، كل التوفيق لكم. لهون أعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وقبل الختام بنرجع بنذكركم بالالتزام بتوصيات وزارة الصحة حول أهمية العزل الاجتماعي حفاظا على سلامتكم وسلامة الجميع. لتكونوا بخير، خليكم في البيت، على أمل أن تمر هذه المحنة عن البلاد والعالم قريبا. إلى اللقاء مجددا يوم الأربعاء المقبل الساعة 10 بتوقيت القدس، إلى حينها مني إيمان هواري لكم أطيب الأمنيات، دمتم بكل الخير، الصحة والأمان.